اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو انفسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافق حين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله من عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يف لا يعلمون ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن. يأتي يا أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصدق صالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعلم ملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمنون ملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم الصدور ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا دوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفف عنه سيئاته ويدخل هجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين سل مصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد فهو الله بكل شيء إن عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فَإِنَّ بلاغ مبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فاغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة نتوى الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب وش والش... الشهادة العزيز الحكيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة عَزِيزُ الْحَكِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ